طرحتوا اسئله على المعارضه في الندوه الصحفيه اللي دارت البارح. انا اعتقد بانني الان في ندوتين صحفيه تهم اشغال مهام الناطق الرسمي، تهم التعبير عن ما راج في اشغال الحكومه في مناسبه قريبه اللي غتكون في الغالب في لقاء مفتوح مع الصحافه. انا مستعد ان اجيب على مختلف هذه الملاحظات بكل ما يتطلبه الموضوع من ارقام ومعطيات دقيقه.